السلام العائلة كديري، لاباس عليكم؟ صحيحة؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا مهنيين. المهم اليوم واحد الفيديو، بتي فيديو يعني صغيور، بعد الطلبات ديال بعض السيدات، وتنقول للناس اللي تيدخلوا عندي الخاص وتيدعيو معايا وتقولوا لي يا ربي وفقك ويسهل عليك انت وليداتك وراجلك يا ربي، وتسولوا عليا كيف بقيتي، واش ولفتي ولا مازال، تنقول لهم الله يخطيكم. شكرا لكم بزاف على السؤالات ديالكم، والله الانسان اللي مزيان تيلاقي الناس مع ناس مزيانين، وانا بزاف فخوره بزاف وعاجبني الحال ان الناس تيسولوا فيا، سواء الجيران ولا الحباب ولا الاهل، تنقول لهم شكرا لكم بزاف، انا بخير وعلى خير والحمد لله والشكر لله، هذا الشيء اللي كاين. المهم اليوم غندير معكم واحد الكاشير اللي هو زوين بزاف، جوج الانواع الكاشير بطريقه سهله، مكونات سهلين، وكلهم هاد المكونات غيكونوا عندك في الدار وغتوجديهم لوليداتك، وتقدروا يجلسوا عندك 15 يوم 20 يوم حتى سيمانه. المهم شوفي انت على حساب الاستهلاك ديالك وديال وليداتك، عاد ديري ليهم سندويتشات تفطروا بهم في الدار، ولكن زوينين. اشنو مصايبه في الدار واشنو مقاداهم بيديك، يعني ما جايباش شي حاجه من الزنقه ولا فيها مواد كيماويه. غنجيكم هكا باقتراحات اللي هما ساهلين بزاف وبساط في نفس الوقت لوليداتنا والمدرسه. تنتمنى هذا الفيديو اللي غنصايب معكم اليوم ولا هذه الطريقه ديال الكاشير تعجبكم، ويلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وخليكم معايا ما تمشيو فيه. البنات هاد الكاشير ديالنا كيف ما قلت لكم كاشير غنقدموه على ود وليداتنا وغنصايبوه في الدار، كيف ما قلت لكم هاد الايامات كامله على ود المدرسه اننا ولادنا تيبغيو شي حاجه في الدار نصايبوها لهم. المهم هاد الكاشير هذا غنحتاج ليه، خطيت النص ديال الصدر ديال الدجاج. المهم كل واحد على حساب، بغيتي ديري جوج كاشيرات في الفطره غتضوبلي الكميه، بغيتي ديري غير هادشي اللي غنصايب انا ديري هاد. عندي صدر ديال الدجاج، عندي كاس ديال السميده، عندي هنا الملحه، القزبر مدقوق، البزار، التحميره، شويه ديال الزعفران. انا هذا ما غندير فيه لا ملون لا والو، انا نحتاجه طبيعي. عندي هنا جوج معالق ديال زيت العود للتزيين، خديت الزيتون، خديت الفلفله حمراء وشويه خضراء، وخديت المعدنوس، هادو للتزيين ديال هاد الكاشير. سهل بزاف وبسيط، المكونات كلهم في الدار. وجوج بيضات، غناخذ الخلاط ديالي وغنخوي فيه هذاك، غنخوي فيه هاد الصدر ديال الدجاج اللي ديجا طحنته، غنعاود دابا نطحنو مع المكونات الاخرين. صافي دابا الخليط ديالنا اصبح واجد، تكون على هاد الشكل هذا. تقدروا البنات الا كانوا غتجيكم تشوفوه جاكم خاطر، تزيدوا اما شويه ديال الزيت ولا البيض، ولا تنقصوا من السميده، تقدروا ديروا غير نص كاس ديال السميده. المهم هذا من المقادير اللي عندي، غنخوي هذا في اناء بحال هكا. اللي عمرهم ما صايبوا الكاشير غيصايبوها البنات بهذه الطريقه، هذه راح تيجي زوين بزاف كما قلت لكم. دابا غنزيد هذيك الفلفله وهذاك المعدنوس والزيتون، ونخلط كل شيء بحال هكا. صافي دابا غنجيب السلوفان ديالي فاش غنصايب هادشي، غناخد البنات السلوفان وغنطيقوه بحال هكا. وغنرجع ندوب السلوفان عاوتاني باش ما تخرجش لينا ديك الحشوه من السلوفان، ندوبلوه شي جوج المرات ولا ثلاثه. المهم انا درت ليه جوج صافي، وغنخوي هاد الكميه ديالنا اللي درت.
باش ما تخشاش لينا هذا البلاستيك البنات في بحال هكا فان دابا واللي عنده هذيك اللعيبه فاش طيب الكاشير فاش تصيبوه تصيبوه واللي عنده بحال دابا هذيك ديال السباغيتي ولا ديال الملحه حتى هي نقدروا نصيبوا فيها المهم اي حاجه غنخلي شويه مرفوف حيت مازال غيتطلق شويه صافي باش ما تخشاش لينا هذا البلاستيك البنات في بحال هكا باش ما انا البنات راه غنزيدو السلوفان زفتو السلوفان دابا واللي عنده هذيك اللعيبه فاش طيب الكاشير فاش تصيبوه تصيبوه واللي عنده بحال دابا هذيك ديال السباغيتي ولا ديال الملحه حتى هي نقدروا نصيبوا فيها المهم اي حاجه غنخلي شويه مرفوف حيت مازال غيتطلق شويه صافي ونجيب طفي الالومنيوم انا ما بقاش عندي البنات هاد الشويه اللي لقيت هو اللي غنعدي بيه دابا البنات اللي بغا يديروا في الكسكاس في الفور يديروا في الكسكاس انا درت هنا واحد الطاجره ودرت فيها الماء البنات الكاشير الثاني اللي قلت لكم غندير معكم جوج شكيلات ديال الكاشير منوعين الشكل الاول اللي درت فيه صدار ديال الدجاج هذا ما غيكون فيه لا صدار ديال الدجاج لا والو بسيط بزاف وسهل وتقدروا تصيبوه في اي وقت تقدري تبغي تنعسيه وتصيبيه لوليداتك الصباح تقطعيه وتعطيه ليهم عندي جوج فصوص ديال الثومه بحال هكا اللي عنده الثومه بودره يدير الثومه بودره عندي هنايا واحد الحبه ديال الباربه حكيتها وكيف ما قلت هنايا اللي عنده ملون ديال بغا يدير ملون غيديروه لا ما تنفضل انا باربه وما نديرش حاجه كيماويه عندي هنايا واحد المعلقه ديال الهريسه اختياريه اللي كيبغي الحار معلقه صغيره عندي هنايا واحد المعلقه مع مرج ديال التحميره عندي الملحه ما نكثرش الملحه حيت دايره الملحه في الروز الروز صالقه بالملحه جوج معالق ديال الزيت تقريبا نفس الكميه غير مختلف غير كما قلت لكم هذاك بالصدر ديال الدجاج عندي ثلاثه البيضات عندي كاس ديال الروز مسلوق سلقتو حتى نشفى ديك الميه ديالو المهم نسلق بحال غنصايبو به الشلاضه عندي كاس ديال السميده صافي تعالوا طحنوا هاد المكونات كاملين شوفوا الخليط كيفاش تيولي بحال هكا وليكم بالمعلقة تولي بحال هكا داك اللون ديال الباربة شفتو كيفاش داير البنات نفس العملية اللي درت الكاشير لاخر غنديرو لهدا غناخد غير نص ديال هاد الكمية غنديرهم هادو صغيورين باش إلا بغيتو سندويشات ولا شي حاجة يجيوكم ساهلين هما هدا غنصايبهم صغار البنات هذا هو الكاشير ديالنا وطاب بسم الله هذه حيتها قبل منهم هذه الكبيره هذه حيت هي كنت درتها هي الاولى طابت وحيدتها وخليت الاخرين درتهم كاملين في طنجره واحده حيت بدلت هذيك الطنجره ما طابتليش مازال بدلت لها الطنجره
المهم هذا هو القشر ديالنا، ها هو طاب. غنخليها البنات في الثلاجه واحد المده طويله في الثلاجه يبرد على خاطره، وعاد نرجع باش نشاركوا معاكم. المهم انا كيف ما قلت لكم من الاحسن تصايبوه في الليل وتخليوه ليله كامله، وعاد ديك الساعه تستعملوه لوليداتكم. ها هو القشر الثاني، انا حاولت نحلهم قدامكم باش تشوفوهم، وغنخليهم كيف قلت لكم يبردوا ونرجع نشاركهم معاكم. صافي البنات هذا هو الكاشير ديالنا، بعد ما برد خليته حتى العشيه. دابا العشيه هذه خليته، انا نقطع معكم واحد الطريف ديال الكاشير من هاد الكبيره هذه. بسم الله. شوفوا البنات الكاشير ديالنا كيفاش تيجي ناجح 100%، وبحال اللي تناخذوه من الزنقه بلا ما ناخذ لوليداتنا الكاشير ديال الزنقه نصايبوه لهم غير في الدار، تيجي زوين بزاف وكميه زوينه. نقطع مدقاقين، الاولى قطعتها بليضه، هادو ها هما. وندوزو للشكل الثاني اللي درت معكم. والله يا البنات روعه، انا كنجربو ديما لولادي وتبقى يعني كتصايبوه راه يجلس لكم حتى 15 يوم سيمانه. المهم اللي الشكل الثاني هو هذا، هذا هو اللي درت فيه المعدنوس، كتشوفوا راه عاطي واحد اللون ديال الباربه. هاد الاخرى اللي صايبت معكم زدت فيها الماء ديال الباربه وعطاتني هاد اللون هذا، وغنرجعوا للثالثه اللي صايبت معكم حتى هي بحالها بحال هذه وغنشوفوا. صافي البنات، المهم ايا تدي لينا اتاي، وانا ها هما صايبت لي محريشات وصايبت لي مخبزات، هادو ها هما مخيمرات. وكيف ما قلت لكم راه باقي ما طلع المدرسه لا والو، نصايب لهم غير في الدار باش يفطروا. عندي واحد الفرماجه في هاد الحريشه، هكا ولادكم تيفرحوا. انا راه معنا عليهم الكاشير، شتوني جبتو فاش درت الخبيزات داك النهار درت لهم ساندويتش، ما جبرتش باش ندير لهم ساندويتش وشتو لهم من الزنقه، ولكن راه ما تندخلش انا الكاشير من الزنقه خطره. المهم تديروا لهم بحال هكا الكاشير وتسدوا ليهم، وها نتوما تعطيو وليداتكم كيف ما خديكم شي حاجه في الدار زوينه بزاف. انا عودت ولادي بحال هكا، حتى الخبز وكلشي تنصيبو لهم في الدار، ولا المخامر ولا كلشي تنصيبو لهم في الدار، ما تشري لهم والو من الزنقه، ماشي والو، ولكن بحال هاد الخبز وداكشي ديال هذا الكاشير وهذا ما عندهم ما يدير به ديال الزنقه. شتو ها نتوما الخبيزات، المهم تندير لهم هكا على شكل ساندويتش وتنعطيهم وتعطيو لوليداتكم، وبالصحه والراحه. وتنتمنى هاد الاقتراح اللي صايبت معكم اليوم يعجبكم. البنات شتو الكاشير ديالنا كيفاش ناجح 100%، غير هو حاجه وحده انا نتوما عارفين عليا، ما تنخبي عليكم والو، كاينه كاينه، ما كاينش ما كاينش، بيضه بيضه، كحله كحله، هي هادي دابا اللي غندير معكم اليوم. الكاشير اللي كنت صايبت بالصدر ديال الدجاج البنات انا شربات ليا السميده بزاف، وجا جا ماشي فاش طيبته، فاش بغيت نصيبو جا شويه عاقد، هو خصو شويه يكون مطلوب. حاولوا السميده ديروها بالتدريج يعني بشويه بشويه، حيت السميده كاين اللي تتشرب، كاين السميده اللي تتكون محبه بزاف وتتاخذ لينا بزاف ديال الماء، داكشي علاش حاولوا انكم تضيفوا شويه بشويه، ما تضيفوش كاس كامل، المهم كاس ما عامرش باش تشوفوا واش غتشرب لكم السميده ولا لا. هذا هو الغلط الوحيد انني اللي درت، اما هو الكاشير جا زوين بزاف، جا مذاق رائع، وولادي تيعجبهم من نهار اللي تنصيب لهم الكاشير تيكون عندهم واحد النهار اللي زوين بزاف، حيت ما كاينش شي وليدات اللي ما تيحماقوش على الكاشير. انا من الناس اللي تيحماقوا على الكاشير، من الناس اللي تيبغيو الكاشير في الفطور في سندويتشات في الكوتي، ولكن ما تنبغيش ندخلو من الزنقه ثم تتعرفوا شنو كاين. داكشي علاش تنقول لكم صايبوه في الدار وبمواد بسيطه وبمقادير اللي قلال بزاف وكاينين في الدار، وحتى طريقه الاستعمال سهله بزاف، حتى تبغيت نعسي ويدخلوا وليداتكم يدخلوا وليداتك ينعسوا وعاد صايبيه وديريه يطيب، ما تياخذش منك في الطياب
حتى 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ما كاملاش وصافي تخليه يبرد في الثلاجه والصباح ها هو موجود. تنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم وهذه الوصفات اللي تنقدم معكم يعجبوكم وانا عارفه انهم تيعجبوكم بكلامكم الزوين والناس اللي عندي الناس الراقيه الناس الزوينه. نقول لكم شكرا لكم بزاف والله يخطيكم والناس اللي دايزين من عند القناه ديروا ابوني وديروا اشتراك ودخلوا عندي مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف.